بعد إغلاق بين ثامن وجزئي لأكثر من 3 عقود، أعيد افتتاح معبر عرعر بين السعودية والعراق رسميا من جهة محافظة الأنبار، إذ سيكون بوابة للتبادل التجاري المنتظر بين البلدين. ويأمل العراقيون أن يكون للمعبر إيجابيات في تحسين الاقتصاد والقضاء على جزء من البطالة. وأعطت الجهات المسؤولة أهمية بالغة للحدث وتعهدت بحماية الطرق المؤدية إلى المنفذ، كما رحب أصحاب الشاحنات بالخطوة عادين إياها فسحة للعمل الذي سيقدم فرصا أوسع في المجال التجاري والاستثمار والأعمال الحرة. طبعا احنا فرحانين كلش لان انفتح هذا المنفذ الحدودي اللي بين السعوديه والعراق كسواق شاحنات، لان تعرف راح يزيد فرص العمل عندنا كلش، ويكون محور التبادل التجاري بين البلدين، وان شاء الله يكون فاتحه خير على الجميع ان شاء الله يا ربي. مصدر رزق ثاني والله اصحاب الشاحنات، وتدري الشاحنات وراها عوائل وكلها تنتظر وعينها كلها على الشاحنات من كل المحافظات، مو بس محافظه الانبار، كل المحافظات العراقيه. ان شاء الله فاتحه خير على العراق وبوابه جديده تنفتح، منفذ تجاري تواصل ما بين الدوله السعوديه ودوله العراق، وان شاء الله لسهل والله كريم. يعني اليوم افتتاحيه مالته ان شاء الله فاتحه خير للعراق والتبادل التجاري بين دولتين، الدولة العراقية والدولة السعودية. وتعرف انت خلال احنا كسواق شاحنات وكرينات ان شاء الله فاتحة خير لنا وتسهيل تشغيل الايادي العاملة ولهاي الشباب البطالة، وان شاء الله تقل البطالة. سيختصر المسافة بالنسبة للتجارة الدولية والتجارة تجارة المنتجات السعودية وتجارة دول الخليج، باعتباره سيصبح النافذة على بلدنا. اليوم هو يوم سعيد من الناحية الاقتصادية، ومن ناحية أيضا سيكون من الناحية الأمنية على محافظتنا العزيزة بشكل خاص، وعلى أيضا العراق بشكل عام، لأنه سيكون رافد اقتصادي وحيوي يرفد العراق ويرفد أيضا هذه المحافظة بالمنتوج الاقتصادي وانتعاش الحركة الاقتصادية، بالتالي أيضا سيؤدي في تشغيل الأيدي العاملة في المحافظة، وتشغيل الأيدي العاملة يكون مردود الإيجابي علينا كقيادات أمنية هو بالاستقرار الأمني. كل المستلزمات الضرورية للمنفذ، بنى التحتية بشكل عام، تهيئة الأجواء، الدوائر الفنية والجمارك وهيئة المنافذ الحدودية كلها جاهزة إن شاء الله للبدء بعملية التبادل التجاري، وكذلك المسافرين بين المملكة العربية السعودية وكذلك أيضا العراق بشكل عام. يوم غد إن شاء الله ستنطلق فعاليات الافتتاح، وهناك ممارسة الافتتاح، وتستمر عملية التبادل التجاري بشكل سليم وسريع إن شاء الله بيننا. دائما أن تكون هذه الحركة التجارية أو توسيع حركة تجارية بشكل كبير جدا، ومردودات الاقتصادية إلى العراق وكذلك أيضا على المملكة العربية السعودية. هناك خطة واعدة أيضا لتفعيل نشاط المنفذ، تأهيل طرق أيضا أخرى خدمية، وكثير من الفعاليات والبنى التحتية الموجودة في المنفذ.